I was just staggered to read that actually Jackie Chan might have been chosen for the lead role, that it might have gone to a man and somebody much older than you, obviously. It was written for a man. الفيلم Everything Everywhere All At Once اللي ربح الأوسكار ديال أحسن فيلم كان على شوية يقدر يكون مختلف تماما وبحال والو داز على بونت باش ما يربح حتى لعبة. والسبب اللي كان يمكن يبدل كل شيء هو الكاستينج وبالضبط الدور ديال الشخصية الرئيسية. في الأول ديال البروجي دانييلز المخرجين ديال الفيلم كانوا فكروا في جاكي شان لهذا الدور، الشيء اللي كان غادي يرجع الفيلم عادي كأي قصة ديال البطل الشجاع اللي كيصوفي الحفلة. ولكن لحقاش اختاروا في الاخر ميشيل يو وبدلوا الدور للدور ديال المرأة خلاو هذا الفيلم يولي فريد من نوعه. مرحبا بكم في حلقة جديدة ديال سينما بودكاست. هاد الحلقة غادي تدخل في تفاصيل اللي تقدر تحرق لكم القصة، إذا اللي مازال ما تفرجوش يمشيو يشوفوه عادي يرجعوا. الفيلم فيه لقطات ديال العنف ومشاهد اللي ما تصلحش تشاف مع الناس اللي كتحشموا منهم. الفيلم كل شيء في كل بلاصة في نفس الوقت كيتبع القصة ديال إيفلين وانغ، امرأة عادية وغادي تكتشف القدرة على السفر ما بين العوالم الموازية وغادي تدخل في واحد الصراع باش تصوفي العوالم كاملين من الشر ديال واحد النسخة ديال بنتها. There's a great evil that has taken root in my world and has begun spreading its chaos throughout the many verses. I've spent years searching for the one who might be able to match this great evil. All those years of searching have brought me here, to this universe, to you. الفيلم شبعان اكشن وسبيشال ايفكت وفيه رسائل فلسفيه كثيره، ولكن الشيء اللي اثار الانتباه ديالي واللي خلاه يكون مريقل بالنسبه ليا هو الاختيار ديال المراه كبطله في بلاصه راجل. الشخصيه ديال إيفلين وان هي شخصيه اللي النوعيه ديالها شفناها مليار مره، يا اما في القصص ولا في الشعر ولا في الاساطير القديمه ولا في الافلام الحديثه. هي شخصية مبنية على المثال ديال The Chosen One، واحد الاركيتايب اللي تيستعمل بزاف واللي كيعاود القصة ديال الشخص كيتختار باش يصوفي العالم، تيكون هو الوحيد اللي عنده القدرة باش يوصل لإعادة الأمور إلى الطبيعة ديالها. هاد الاركيتايب بصفة عامة وفي الأغلبية الساحقة كيكون كيلعبو راجل. واحدة من الأمثلة اللي كنعرفو مزيان ديال The Chosen One هو الشخصيه ديال نيو في ذا ماتريكس اللي كتعتبر ذا تشوزن وان، لحقاش هو الوحيد اللي قادر يهزم الماتريكس. والشخصيه النسائيه في الفيلم اللي هي ترينيتي الدور ديالها كيتلخص في المساعده ديال نيو باش يحقق الهدف ديالو، كيف ما كيقولوا وراء كل رجل عظيم امراه. في الفيلم Everything Everywhere All At Once القضيه كتقلب، تشوزن وان هي امراه واللي غادي يساعدها في تحقيق الاهداف ديالها هو رجلها، وزيادة على أنها امرأة فهي مهاجرة وزيد عليها آسيوية وعلى حساب المعايير ديال هوليوود كبيرة في السن، يعني بطلة ما مولفينش كنشوفوها في هذا النوع ديال الأدوار البطولية الرئيسية. فاش دانييلز طوروا الشخصية ديال إيفلين من بعد الرفض ولا الانافيلابيليتي ديال جاكي شان خلاهم يلعبوا بزاف ديال الصور النمطية ستيريوتايبس، وهنا فين جاتهم الفكرة يقلبوا الطابلة على كفاها. ولكن دابا السؤال هو واش غير لحقاش بدلوا الأدوار ولعبوا بجندر ستيريوتايبس راه كافي باش الفيلم ينجح؟ وهنا مرة أخرى بالنسبة لي الجواب هو لا، خاص من غير تغيير الأدوار يكون شي حاجة زايدة، لحقاش كيف ما قلنا إيفلين مرأة وآسيوية وكبيرة في السن. المشكل اللي يقدر يطرى هو أنها تولي شخصية اللي الجمهور ما كيشوفش راسه فيها، يعني ما غاديش تكون relatable. ولكن دانييلز غادي يزيدوا شي حاجة اللي غادي تخلي 99% من الناس يحسوا بها ويعيشوا معها القصة. هاد الحاجة هي أنها إنسانة متوسطة average، ما هي ناجحة ما هي محبطة، ما هي ذكية بزاف وما هي مكلخة. في الأفلام اللي فيهم الأركيتايب ديال The Chosen One حنا موالفين كنشوفوا البطل كيتختار لحقاش عنده شي قدرة خارقة ولا شي ذكاء فائق، ولكن في الفيلم Everything Everywhere All At Once خلاو إيفلين تكون The Chosen One لحقاش هي average. You know, this is a very ordinary woman, Asian immigrant woman, who's dealing with all the problems
that we all can relate to. For The Matrix, فش مورفيوس كيقترح على نيو أنه يختار ما بين الحبة الزرقاء ولا الحمراء، يعني واش يبغي يبقى في دار غفلون ولا يمشي معهم في المغامرة باش يلقاو الحقيقة، فراه كيختار الحبة الحمراء ديريكت. أما إيفلين في واحد اللقطة متشابهة، النسخة ديال راجلها كيقترح عليها تصوفي العالم ولا تبقى مكسلة في الأرض، فهي كتختار تبقى مكسلة في الأرض. You can either come with me and live up to your ultimate potential or lie here and live with the consequences. I want to lie here. هاد السلوك ماشي هو اللي مولفين به عند الأبطال، وهو بحد ذاته كيترجم واحد من الدروس الفلسفية ديال الفيلم، اللي هو هانية إلا كنتي متوسط في الحياة. It's okay to be average. I'm no good at anything. Exactly. I've seen thousands of Evelyns, but never an Evelyn like you. دانييلز وفي الفيلم ديالهم غادي يشدوا هذيك الافريج وغادي يمجدوها في بلاصه انهم ينتقدوها. حنا كنعيشوا في عالم اللي فيه السوشيال ميديا كتمارس علينا واحد الضغط باش نكونوا دائما سكسسفل ولا بروداكتيف وننجحوا في الحياه بالمعايير ديال الناس اللي متبعينهم. الا ما كناش كنسافروا ولا كنسوقوا الطوموبيلات واعرين ولا كنقراو 700 كتاب في السيمانه، راه حنا حقيرين وفاشلين. هذا الفيلم كيبين كيفاش امراه متوسطه من جميع النواحي تقدر تكون هي البطله ديال الفيلم. This is an ordinary woman who is being seen, who is given a role to play as a superhero. And that's what we are. Women, mothers, daughters, sisters are superheroes because we have a certain superpower, which is kindness, love. Being average ما كتعنيش الفشل ولا النقص، لأن الناس المتوسطين هما الأغلبية، هما اللي هزين المجتمع والاقتصاد. إيفلين عندها مصبانة في ميريكان في حي شعبي، وخا هكاك مقاتلة باش تزيد القدام. فهاد المغامرة اللي غادي نعيشو معاها، وخا ما نكونوش مراوات آسيويات مهاجرات الميريكان، فكنشوفو فيها راسنا واحد شوية، لحقاش تحنا متوسطين ومتقاتلين مع الزمن. شكرا للتتبع ديالكم لهاد الحلقة ديال سوليما بودكاست. نتلقاو قريبا في حلقة جديدة. تهلاو في ريوسكم.